هذا اليوم يجب علينا أن نستذكر باني الدار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، الذي أسس الرياضة الإماراتية وسعى في بناء الدبلوماسية الرياضية في دولة الإمارات، حيث أن نظرته رحمه الله لوجود الرياضة كانت مهمة جداً في تشكيل حياة أبناء الوطن وهويتهم. نهدف إلى أن يكون عندنا رياضيين يمارسون الرياضة، مجتمع يمارس الرياضة، وفي نفس الوقت عندنا فرقنا تمارس الرياضة على كل المستويات. الرياضة هي اللي تعكس لك مدى صحة المجتمع اللي أنت موجود فيه. كنا سفراء حالياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، لكن حالياً نحن نسهم في ثقافة مجتمع يرقى إلى العالمية في توحيد الأصحاء وأصحاب الهمم لدمجهم في المجتمع. طبعاً الرياضة على مر السنين أثبتت أنها أداة مهمة للسلام، بحيث أن شفناها الرياضة لعبت دور في أكثر عن